مع الأسف الفساد في مفاصل الدولة بقى للركب. شفنا على مدار الكام شهر اللي فاتوا مافيا الفساد المتغلغلة في الوزارات المصرية. على سبيل المثال عصابة الفساد اللي كانت في وزارة الصحة بقيادة السيد زوج السيدة وزيرة الصحة السابقة. شفنا كمان عصابة للفساد والرشوة والمحسوبية كانت داخل وزارة التموين بقيادة السيد مستشار السيد وزير التموين الحالي. عصابة كمان داخل وزارة الموارد المائية والري، واللي كانت بتدفع رشاوى لمشاريع فاسدة في تبطين الترع أيضا بقيادة السيد مسؤول الموارد مش عارف الطبيعية أو مش عارف الموارد الإنسانية في وزارة الري، وأحد المقربين من السيد وزير الري. عندنا كمان فضيحة داخل وزارة الزراعة. بالنهاية هذه الشبكات شبكات الفساد بيديرها أحد المسؤولين اللي على علاقة بالسيد الوزير اللي هو بالنهاية حاميها حراميها. السيد المسؤول اللي قاعد في المكتب المكيف واللي بيركب العربية المكيفة ياها اللي بتمون ببلاش من البنزينات الحكومية وماشي يدوس على مخاليق ربنا مش مكفيه مرتبه، فبينهب ويسلب ويختلس وياخد فلوس المواطن ويحطها في جيبه. آخر قضايا الفساد كانت في محافظة أسوان، بعيد شوية كده عن العين، داخل وزارة أو بلاش وزارة، في شركة المية والصرف الصحي. والسيد رئيس شركة المية والصرف الصحي في أسوان أخذ رشوة 8 مليار أو 8 مليون جنيه رشوة، ومبارح كان بداية أو استكمال محاكمة المتهمين في قضية رشوة شركة المية في أسوان. ولكن السيد رئيس شركة مية الشرب في أسوان طلب 8 مليون و50 ألف جنيه وسيارة فارهة ماركة أودي، ده من أجل ترسيط بعض المناقصات بعشرات الملايين على أحد رجال الأعمال. شايف البجاحة؟ الراجل طالب رشوة 8 مليون و50 ألف وعربية ماركة معينة سعرها كام مليون عشان يرسي واحدة من مناقصات المية ومية الشرب في أسوان على أحد رجال الأعمال. تم القبض على السيد رئيس الشركة والموظف بإدارة العقود والمحاسب والممثل القانوني للجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير في أسوان وأحد المهندسين ومالك شركة اسمها شركة سكاي للمقاولات، بالإضافة لمالك المكتب الدولي للتوريدات ونائب مدير الشركة الدولية للصناعات. مافيا عددهم 8 وكلهم من كبار المسؤولين في محافظة أسوان. ودي مش أول مرة أيضا، كان عندنا في 2014 الرقابة الإدارية في أسوان ضبطت مسؤول بمية الشرب في قضية رشوة من مقاول، والمسؤول ده كان نائب مدير أو نائب رئيس شركة الشرب أو مية الشرب والصرف الصحي في أسوان. يعني الشركة في أسوان رئيسها مختلس ومرتشي والنائب بتاعه مختلس ومرتشي، أما وضع أهالي أسوان مع مية الشرب والصرف الصحي فحدث ولا حرج. في قرى وعزب ونجوع المية بتغيب عنها بالشهرين ثلاثة، في أماكن في أسوان ما دخلش فيها الصرف الصحي لحد النهاردة، في قرى وشوارع كاملة غرقانة في مية المجاري والصرف الصحي. ليه؟ لأن السادة البهوات المسؤولين بيركبوا عربيات أحدث موديل وبياخدوا رشوة ب 8 مليون جنيه عشان يدوا مشاريع المية لشركات فاسدة بتدفع رشاوة. وبالنهاية الوضع في أسوان زي ما حضراتكم شايفين كده. سيد محافظ أسوان يوجه بسرعة حل مشاكل الشرب والصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظة بعد ما وصلت الشكاوى لأعلى مستوياتها، 78% من قرى ونجوع أسوان بتشتكي من أزمات في مية الشرب والصرف الصحي. شوف كده هذا الخبر، صرف الصحي بيتحاصر عماير الصينيين في إدفع، والأهالي مفيش مسؤول بيتدخل لحل الأزمة وبقينا محبوسين في بيوتنا. ده حال أهالي مركز إدفو، هتروح بقى لمركز نصر النوبة، هتروح
لضراه وهتروح لأسوان نفسها، المنطقة الأثرية، الأماكن النيلية. أسوان كلها بتعاني أزمة في الصرف الصحي ومية الشرب، لأن السادة المسؤولين عن هذه الخدمة بالنهاية طلعوا حرامية، طلعوا لصوص ونور، طلعوا فسدة وطمعانين في المال العام، لا في ضمير ولا في عقل ولا في رقابة ولا في قانون بيرضعهم، درجة إن واحد فيهم عايز ياخد رشوة 8 مليون وعربية وخمسين ألف جنيه للسواق واللي شغالين معاه. مافيا الفساد في بلدنا، مافيا الرشوة في بلدنا بقت بتدير كل المؤسسات على رأسهم وزارة التموين، وزارة الزراعة، وزارة الري، شركة المية مية الشرب والصرف الصحي. ولو فتشت طبعا وزارة الصحة، لو فتشت كده مش هتلاقي مؤسسة فيك يا بلد إلا وفيها فساد، وللأسف الفساد بقى للركب.